الإسلام بالجميع في حلقة خاصة اليوم على كنار تي في صوت العرب من كندا. هذه الحلقة سنستضيف فيها وزير النقل الفيدرالي الكندي السيد عمر الغبرة. أهلا وسهلا فيك أستاذ عمر. يا هلا دكتور جمال. أول شيء نبارك لك باسم كنار تي في وكل الجالية العربية والكنديين جميعا لهذا المنصب، ونقول لك عانك الله على هذه المهمة، وإن شاء الله تقدر تتحمل المسؤولية وتكون أدها وقدود. كنا عارفين أنه كندا مثل باقي الدول العالم بتعاني الآن من مشكلة الكوفيد وانتشار هذا الوباء، وكندا أيضا تحاول الحد من انتشار هذه الجائحة وحماية المواطنين داخل كندا وخارجها سواء الكنديين أو غيرهم، هذا هم للجميع الآن وليس فقط لحكومة واحدة أو أخرى. السؤال الريستريكشن اللي عم بتصير الآن من الدخول والخروج إلى كندا، هنقسم الحلقة بشكل مبسط عشان الناس تكون متابعة. أول إشي الحدود البرية، بعدين ننتقل إلى الحدود الجوية أو الطيران. الحدود البرية وهي معنى بس مع الولايات المتحدة، لو تحدثنا عن موضوع الحدود البرية والريستريكشن اللي موجود عليها. أول شيء دكتور جمال بدي أتشكرك وتشكر كنار تي في على الفرصة اللي عم تحوا لي إياها وعلى الخدمة اللي عم تقوموا فيها لخدمة الجالية العربية، لأنه طبعا بهالأوقات اللي احنا عم نمر فيها بأوقات الكوفيد في حاجة كتير كبيرة للمواطنين للأشخاص الجالية إنه يلاقي مصادر موثوق فيها تقدم معلومات العالم بحاجة لتعرفها، لأنه مثل ما تفضلت كتير شغلات عم تصير بسرعة هائلة وأحيانا في معلومات كتير بتكون غير مصدوقة وغير صحيحة. فيعني بتشكركم، ومشان هيك أنا حبيت كمان شاركك اليوم حتى أقدر جاوب على قد ما فيني عن الأسئلة العالم اللي عم تسألها. وتاني شغلة بدي أقولها أنه كمان يعني بدي أشكر الجميع اللي دعمني من الجالية خلال رحلتي السياسية. أنا ما بتعرف ربحت انتخابات وخسرت انتخابات، ولا كنت يوم بحلم من الأيام أصلاً يكون نائب، never mind أن يكون وزير بجي 7 country، بس هذا دليل على انفتاح كندا ودليل على أهمية الجالية العربية وانخلاط انخراط الجالية العربية بالعمل المدني والعمل الاجتماعي والعمل السياسي في كندا. وإن شاء الله بيجي بعد مني ناس أحسن مني وأكثر مني من الجالية العربية بيشاركوا بالعمل السياسي وبيقوموا بدور مهم جدا. بس أنا حسب إحساسي آخر فترة آخر كذا سنة ما في شك الجالية العربية مو بس عم تنمو بالأرقام، بس عم تنمي بالوعي وبالاختيارات وبالمداخلات. فأنا متفائل جدا لدور الجالية العربية الكندية في كندا اقتصاديا فكريا ثقافيا وسياسيا. خليني هلأ جاوبك على السؤال اللي أنت طرحته عن الحدود البرية، يعني الحدود البرية طبعا مع أمريكا. الحدود البرية على فكرة صار مسكرة سنة، فوصلنا نحن على اتفاقية مع الحكومة الأمريكية من السنة الماضية من بداية الكوفيد، إنه مثل ما تفضلت كل دول العالم عم تحاول تعمل restrictions قد ما فيها لتحمي أولاد بلدها، لتحمي العالم من انتشار هالكوفيد هالوباء يعني الغريب من نوعه اللي فعلا اكتشفنا إنه تأثيره كتير كبير، خاصة على الناس اللي عندهم مشاكل صحية أو vulnerable بالسوسايتي أو كبار بالعمر. فكان في ضروري جدا أنه نعمل كتير restrictions من بيناتهم محلية وداخلية ومن بيناتهم دولية على الحدود. فالقرار اللي وصلنا له مع أمريكا السنة الماضية أنه نسكر الحدود. فالحدود بشكل البرية لأي حدا عم يسافر بأسباب غير ضرورية مسكرة، ما بيقدر يدخل أمريكا من كندا ولا بيقدر يدخل كندا من أمريكا. طبعا الكندي اللي عبده يجي على كندا بيدخل، لأنه كندا عمره ما راح تقول، أو البرمننت ريزيدنت عمره ما راح تقول لا أهل بلدهم يرجعوا. والأمريكان اللي بده يروح على أمريكا من كندا أمريكا بتدخلهم، بس إذا كندي بده يروح على أمريكا وأسباب غير ضرورية الحدود الأمريكية بترجعهم، وإذا أمريكي بده يجي على كندا لأسباب غير ضرورية الحدود البرية بترجعهم. هلأ
صار في قيود جديدة على الكنديين والpermanent resident اللي راجعين على كندا على الحدود البرية. صرنا نطلب منهم فحص كوفيد قبل ما يوصل هدول، حتى طبعا مفروغ منا انه هذا السفر ضروري، لانه غير ضروري ما يعني. طبعا برجع بقول اللي جاي على بلده حتى لو غير ضروري الحدود مفتوحة له لانه هذا بلده، بس في قيود جديدة اللي هي لازم تعمل فحص على الاقل 3 ايام قبل ما توصل على الحدود. وعلى فكرة اذا كنت جاي عن طريق امريكا، يعني مثلا جاي من اوروبا وقفت امريكا لتعمل شغلة او تقضي غرض او تزور حدا، او مثلا مفكر انه الحدود اسهل من المطار، راح يطلب حتى لو عملت فحص باوروبا، حتى لو الفحص كان عمره اقل من 3 ايام، الحدود راح تضل تطلب منك فحص من امريكا من اخر دولة انت كنت فيها، واذا ما كان عنده فحص راح ينحط عليه غرامة. وبعدين بس يوصل لحدود بيتمعنوا الفحص، وإذا كان نيجاتيف بيعطوه فحص تاني، بيطلبوا منه يعمل فحص تاني، وبيطلبوا كمان إنه يكون يثبت إنه عنده خطة ليقضي ال 14 يوم كورنتين ببيته أو بأي محل تاني. فلازم يكون في خطة، إذا الخطة مو موجودة أو إذا الفحص مو موجودة قد يأخذ غرامة، قد يطلبوا منه حتى يروح يقضي ال 14 يوم بفاسيلتي حكومية حكومي. فلازم الأشخاص اللي عم تسافر على الحدود البرية تكون محضرة حالة لهالفحص ولهالشروط المطلوبة منها. واضح. سريعا سؤال مهم جدا، اللي بيقدموا ريفرجي على الحدود بين أمريكا وكندا، هل ما زال ممكن ذلك أم لا؟ نحن كقانون كندا والدستور كندا بيسمح لأي حدا جاي على الحدود الكندية متى ما دخل كندا يقدم لجوء، ونحن عنا كحكومة ملتزمين بدراسة هالطلب. فبسبب كوفيد أو غير كوفيد قانونيا نحن كدستور كندي من مسؤولين إنه نتمعن بكل طلب لجوء جاي على الحدود حتى نشوف إذا بيستحق المأوى ولا لا. أوكي. سؤالنا الثاني أو القسم الثاني اللي هو السفر جوي. السفر الجوي سمعنا إنه في بعض الريستريكشن من قبل الحكومة على الخروج من كندا وطلبت التقليل من ذلك، وسمعنا بعض السياسيين اللي سافروا وصارت استقالات. هل هذا يعني إنه كندا تمنع الكنديين من السفر إلى خارج كندا، أم هو فقط طلب منهم لتخفيف الجائحة؟ يعني لا، نحن كتير نحترم حقوق الأشخاص بقراراتهم، فما في قانون، إذا بدنا نقول قانون يمنع، ما في قانون يمنع، بس في شروط، والشروط اللي انحطت الحدود القيود اللي انحطت هي مبنية على نصيحة أخصائي الصحة العامة. طبعاً أنت مثل ما بتعرف ومثل ما مشاهدينك بيعرفوا إنه خاصة آخر فترة مع السكند ويف الأرقام كتير كبرت، وخاصة مع كمان تدخل هاي الفيريانت الأنواع الجديدة من أنواع الكوفيد، فصار في نحن من السنة الماضية بلشنا نحط شروط نطلب من العالم ما تسافر، خاصة إجازات وسفر غير ضروري، وحطينا طلب ال 14 يوم الحجر الصحي بالبيت. بس بعد ظاهرة الموجة الثانية وبعد ظاهرة الفيريانت صار في ضرر ويعني سبب أساسي لإضافة القيود على القيود اللي انحطت لحماية الوطن وحماية الشعب. فالقيود الجديدة اللي انحطت إنه أي شخص جاي لكندا، طبعا على فكرة الغير كنديين وغير البيرمننت ريزيدنت منع دخولهم على كندا من السنة الماضية إلا إذا كان سفر ضروري، يعني مثلا جاي أخصائي طب أو جاي تكنيشن
لا يعمل او يبني شغله بالهيلث كير او بالصناعه ضروريه اختصاصه غريب، او مثلا لم شمل كمان. حنيجي على هذا السؤال، مين بيستطيع يدخل؟ تمام. بس انا بدي اذكر جميع المشاهدين انه اي خطوه بنقوم فيها، سواء لبس الماس، سواء تباعد اجتماعي، سواء تقليل من الطيران، سواء الجلوس في البيت، مش بس محميك انت، بحمي عائلتك، بحمي جيرانك، بحمي ابك، بحمي ام، بحمي شخص ممكن انت تخفف من معاناته ومعاناة اهله اذا لا سمح الله مرض او توفى. فاحنا كنا ايد بايد لازم نوقف ونساعد بعض، وزي ما حكينا نساعد الحكومة وليس فقط بعض، لانه الحكومة عليها اجراء بعض الشغلات القوانين، واحنا اللي بنطبقها، احنا اللي واجب علينا نقوم بذلك. يعني دكتور جمال خليني أكد على الكلمة اللي حكيتها وبعدين بدي أرجع أشرح الحدود الجوية. يعني الحكومة اللي عم تقوم فيه، على فكرة كل الحكومات، إن كانت الحكومة المحلية، إن كانت حكومة المقاطعات، إن كانت حكومة الفدرالية، عم تبذل جهدة هدفها الأساسي والرئيسي هي حماية الجميع وحماية صحة الجميع وحماية كمان النظام الصحي، لأنه كل ما عم نحط ضغوط على النظام الصحي في ناس عم تضر أكثر حتى لو ما كانت مصابة بالكوفيد. فتأكيداً على حكيك، يعني آخر نهار نحن كأشخاص مسؤولين عن تصرفاتنا ومسؤولين عن 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 الاختيارات اللي بنقوم فيها. فكندا الآن يعني صار في بحدود 900 ألف إصابة بكندا خلال السنة، بحدود 22 ألف وفاة، أرقام كبيرة. فطبعا نسبة الأرقام الوفيات بكندا أقل من غيرها، وهذا شيء يدل على أنه الشعب الكندي عم يقوم بدوره، بس مع الأسف يعني خلينا نكون صريحين، وفاة واحدة زيادة عن اللزوم، فلازم نضل حاطين الشروط، لازم نضل ملتزمين. وأنا شايف إن شاء الله نهاية المطاف عن قريب إن شاء الله، بس ما بنقدر نوصل لهالمرحلة إذا بدنا نرجع للأيام اللي إحنا متذكرينها. كل ما منضل ملتزمين بهالقيود، كل ما بستعجل الوصول للغاية اللي بدنا نوصلها إن شاء الله. فخليني نرجع لسؤالنا، اشرح على القيود السفر. دخول كندا أي شخص جاي على كندا. مين بيستطيع يدخل كندا الآن؟ إيش الفيز اللي بي... طيب خليني اقول لك هذا بعدين بقول لك شو الشروط الدخول. الكنديين والبيرمننت ريزيدنت هذول مسموح لهم، حتى لم الشمل مسموح لهم، او السفر الضروري، يعني مثل ما قلت لك الدكتور الاختصاصي اللي مش كندي بس جاي يقدم خدمات صحيه، المهندس او التكنيشن اللي جاي يعمل خدمه صيانة أو خدمة بناء مهمة لمعمل أو لمكتب، هذا الاختصاصي ما في منه هون أو ضروري لازم يجي، هدول مسموح دخولهم حتى لو ما كانوا كنديين، بس عليهم شروط، نفس الشروط اللي هلأ حشرح لك إياها، اللي هي قبل ما يطلع. معلش أستاذ عمر، تفضل. الطلاب الدوليين سريعا مسموح ولا لا؟ حسب اي طلاب، عشان هيك يعني اذا بدي يكون صريح معك، يعني في اجوبه يمكن ما حكون اقدر اقول لك يس ونو، زي طلاب الطب مثلا او هذا يمكن يختلف شوي. شوف هلا في جامعات وفي مدارس اوريدي اخذت تصريح من وزاره الصحه او من اللوكال بابليك هيلث اوفيشلز انه هن عندهم بلان ليعملوا كورنتين ليمنع، فهدول اللي جايين على هيك طلاب مسموح لهم الدخل. واضح، لأنه هذا سؤال بتكرر كتير. تفضل كمل لنا في الإجراءات. الإجراءات قبل ما يطلع يركب الطيارة، المسافر لازم يكون معه فحص كوفيد ما يكون مدته أطول من 3 أيام. ممتاز. وإذا ما كان معه الفحص ما بيخلوه يطلع الطيارة. ثاني شيء لازم يحجز أوتيل. على فكرة الطيارات هلأ كل الطيارات، كان في مطارات أخرى بترحب بطيارات دولية، هلأ بس 4 مطارات تستقبل طيارات دولية اللي هي تورونتو، فانكوفر، مونتريال وكالغري. أوكي. فلازم حسب أي مطار متجه المسافر إليه لازم يحجز بأوتيل جنب هذا المطار لمدة أقصاها 3 أيام. والمطلوب منهم أنه بس يوصل على المطار
ياخذوا منه في عينه تفحص ويطلبوا منه يقعد في الاوتيل لحد ما تطلع نتيجه الفحص. وان شاء الله اذا طلعت نتيجه الفحص السلبيه بيقدر يغادر الاوتيل ويروح يكمل الكوارنتين ال 14 يوم كوارنتين ببيته. في كان سؤال، كان في اب نزلت الحكومه للتسجيل برضه، هل هذا اجباري؟ لا، هو الاب مش اجباري، بس الاب بيعمل لك معلومات، بيخليك تحجز اوتيلات، بيعطيك شو المعلومات المطلوبه منك يعني. فمهم جدا، اللي هو اسمه Arrive Canada الاب، مهم جدا انا برايي، بيساعد وبيخليها مور كونفينينت للمسافرين. فيعني بنصح من كل الاشخاص انه ينزلوا هالاب حتى يشوفوا كل هالمعلومات موجوده بمحل واحد. طيب سؤال مهم جدا بيسألوه ناس كتير، اللي عنده الكوفيد فاكسين 2 دوزز ومعاه ما يثبت ذلك من الحكومة اللي هو فيها من برا كندا، مثلا تلقح في دولة نحكي أمريكا وريفر، هل برضو لازم عليه هذا الموضوع ولا لا؟ نعم، يعني شوف، مع الأسف هلا الكوفيد فاكسين معظم الدراسات تمحورت على قديش الفاكسين بيحمي الشخص، بس لسه ما في معلومات دراسات كتير في هلا دراسات عم تقوم، بس لسه النتائج ما طلعت على تأثير الفاكسين على نشر الوباء. فممكن يعني حتى بس نتأكد انه فعلا الفاكسين مو بس بيمنعك انك تمرض، بس كمان بيمنعك انك تحمل الفيروس معك وتنشره. فلحد ما تخلص هالدراسات عم نطلب من الجميع حتى لو أخذين فاكسين يتبعوا نفس الإجراءات. إن شاء الله إن شاء الله، أنا متأمل إنه خلال كم شهر هالإجراءات هاي مؤقتة، بس تتضح الصورة إن كان الفاكسين أو تنتشر عدد الفاكسين العالم اللي عم تاخدها بكندا. أنا بتوقع خلال كم شهر يتغير هالإجراءات، ما بدي أقول تنشال كلها، بس بتوقع بعض من هالإجراءات تكون تتغير شوي. أوكي، سؤال ثاني، الحجز في البداية كان في صعوبات في الحجز، الناس مش قادرة تحصل على تلفونات الفنادق، الآن هل في تحسن في ذلك؟ هل في تغيرات؟ نعم، يعني خليني أقول أنه ما في شك هالكوفيد، أنا كنت دائماً بقول إجا من غير instruction manual، يعني معظم الحكومات عم تتعامل معه بسرعة وبقد ما فيها تقدر حتى تاخذ قرارات بسرعه وتطبق القرارات بسرعه. فطبعا لما بيكون في التطبيق احيانا بيكون اول فتره بيكون في تجارب وفي فرص للامبروفمنت. فاللي انا بعرفه ومتاكد منه انه صح كان في بعض صعوبات اول اسبوعين، بس اللي بعرفه انه صار في تحسينات كثيره للاجراءات هلا، من بين كثرة عدد الأوتيلات المتوفرة، عدد الغرف المتوفرة، تحسن توفير الأكل للناس، تحسنت الحراسة والحماية للناس، تحسن أكسس الجواب على التليفونات أو على الإنترنت للحجوز. فحسب اللي عم بسمعه أنه فعلا صار في تحسينات كبيرة من مع الأسف الإجراءات اللي صارت أول أسبوعين. سؤال مهم، كان بداية رئيس الوزراء جاستن ترودو حكى أنه المبلغ تقريبا 2000 دولار، وهذا لصق بعقول كثير من الناس، ولكن الحمد لله طلعت المبالغ أقل من ذلك حسب الفنادق وحسب الأماكن. لكن هل هذا المبلغ يدفع على الشخص ولا على الغرفة حسب أفراد العائلة؟ أنا اللي بعرفه هذا يدفع على الغرفة، بس بدي أتأكد من هالكلام. وبعرف فعلا يعني نحن لأنه وقت رئيس الوزراء قال 2000 دولار، لأنه كان هذا وقت اتخذنا القرار، فكان لسه تطبيق القرار ما صار، بس حبينا نعطي فكرة للعالم أنه شو المتوقع منها، وحبينا نحط تقريبا، هو قال تقريبا صراحة بالضبط. ففعلا يعني بعض الأوتيلات ما بتوصل لل 2000 دولار، فبس انه على الشخص اي بتوقع هي على الغرفه طبعا، بس ما بعرف اذا في شروط على كم شخص ممكن يكون بالغرفه، اكيد في طبعا قيود على كم شخص يكون بالغرفه. اوكي، سؤال مهم جدا، اذا شخص راح دخل الفندق وبعد نصف ساعه طلع من الفندق ما التزم بالاجراءات، هل هناك اي مخالفات؟ هل هناك اي طريقه انه نكشف هذول الاشخاص؟ طبعا اول شيء خليني يكون واضح، انا ما بنصح اي حدا يعمل هيك بصراحه، بدي ارجع اكد ما بنصح اي حدا هلا يسافر. بعرف
نحن عندنا أهالي ببلاد تانية، بعرف إنه نحن عندنا أشغال أحياناً ومضطرين، بس بترجى من الجميع إنه إذا فيهم يأجلوا سفرهم يأجلوا سفرهم. يعني عم نطلب نحن هون محلياً إنه ما نزور أهالينا اللي ساكنين بالحارة اللي جنبنا، فما بالك إنه عم نترجى العالم حتى ما تزور غيرها برا كندا. فهذا طلبي الأول. طلب الثاني انه بتمنى على الجميع اذا اضطر يسافر انه يعني يلتزم بالاجراءات، وفي غرامات، والغرامات يعني قد توصل 10,000 دولار او حتى حسب نوعيه يعني الاختراق الاجراءات ممكن يكون في كريمنال يعني امر جنائي. ف يعني حتى اكد لك انا من اسبوعين الوزاره عندي وزاره النقل عطت غرامه لشخص 10,000 دولار لأنه عطى لشركة الطيران فحص مزيف لكوفيد. فهذا شيء يعني نحن نتعامل معه بجدية. وليش عم نتعامل معه بجدية؟ مش لأنه بدنا نعاقب المسافرين، هذا مش هو الغرض. الغرض فعلا حماية الجميع، فبنتمنى على الجميع أنه تلتزم بهالإجراءات، وإذا فيها يعني تأجل سفرها إن شاء الله لكم شهر. وبعرف في تضحية وبعرف في صعوبات، بس يعني هاي لمصلحة الجميع مثل ما أنت تفضلت دكتور جمال. أنا في عندي سؤالين سريعات، أنا عارف الوقت يداهمنا لكن سؤالين سريعات. في حال شخص تم تغيير رحلة الطيران، إحنا عارفين رحلة الطيران برضو مش مؤكدة دائما، تم تغيير رحلة الطيران، هل يستطيع أنه يغير الحجز ولا راح عليه؟ لأنه على موقع الحكومة مكتوب أنه non refundable. لا شوف، هي لك شغلتين. أول شيء نحن هلأ عم نشتغل مع شركات الطيران على فكرة نعمل ريفاند للناس اللي حجزت قبل البانديميك وبعدين كنسلت بسبب البانديميك. هلأ من بعد البانديميك نحن طلبنا من الجميع إنه يلغي سفرهم. إذا حدا حجز تذكرة حسب تذكرته وحسب الشروط البيع اللي اشترى التذكرة، فمثل ما بتعرف في خطوط شركات طيران تعطي ديلز، في شروط للبيع انه يعني هي نون ريفندبل. فهي شغله لازم بتمنى من الجميع ينتبهوا عليها. نحن طبعا هلا عم نشتغل لنساعد الناس اللي خسروا مصاري وكنسلوا سفرتهم بسبب البانديميك، بس بنصح الناس اللي عم تحجز هلا ما بتوقعوا انه ياخذوا ريفند من الحكومه، لانه نحن من اوريدي عم نطلب من العالم ما يسافروا. نعم. فشروط الفندق يعني انا مثلا حاجز من بريطانيا لمونتريال وحاجز فندق والطياره تاخرت او صار فيها تغيير ليومين، هل نعم. الفندق بقدر اجله ولا راح علي؟ انا بتوقع بيصير تغييرات. هاي عم تسألني تفاصيل دقيقه فبدي اتاكد منها، بس بتوقع بيصير في تغييرات بالحجز. نعم طبعا بطلب من المسافر انه باسرع وقت ممكن يخبر الاوتيل حتى يتغير الحجز، بس طبعا بتوقع لانه نعرف قبل ما نركب الطياره انه تاخرت الطياره، فبطلب من المسافرين انه يخبروا الاوتيلات بتغيير الحجز. سؤالنا الأخير تكرر 4-5 مرات، في ناس محتاجوا أنهم يدفعوا 3 أيام، وهذا القانون مش في ناس، كل الناس 3 أيام، لكن نتيجة الفحص بتطلع بعد 12 ساعة 13 ساعة يوم ماكسيموم، فليش ما بيحجزوا يوم بيومه؟ أول شيء لأنه مش دائما الفحص عم يطلع خلال يوم، أحيانا أنت حسب أي مقاطعة فيها حسب أي فنحن حطينا طلب 3 أيام لأنه أخذنا الأقصى المدة اللي متوقع على يطلع على نتيجة الفحص. فهو الشرط الأساسي أنه يطلع الفحص، وما كنا بدنا نطلب العالم حجزوا يوم واحد وبعدين نطلع نجدد يوميا. فحطينا غطى مجال بحيث أنه ماكسيموم أماونت مغطاة ومضمونة. إذا الشخص طلع فحصه أقل أسرع من 3 أيام إله الحرية أنه يطلع. قصة الريفند هاي بالتعاون مع الأوتيل حسب الشروط، البيع مع الأوتيل والحجز مع الأوتيل. ممكن I think بدك المسافر لازم يحكي مع الأوتيل حتى يشوف فرص الريفند، بس بتوقع قد تكون فرص ضئيلة بصراحة، لأن الأوتيل بيحجز 3 أيام لشخص وبيركزوا أو بناء على الحجز بيضبطوا، بس
برجع بقول بتركها للأوتيل. يعني توضيح سريع، طبعا الحكومة الكندية، لأنه في ناس بيحكوا إنه الحكومة الكندية عم تلم هاي الفلوس، الحكومة الكندية ما بتستلم أي شيء من هاي الفلوس، هاي الفلوس رايحة للفنادق وليست للحكومة، بس عشان التوضيح. يعني دكتور جمال أنا عم حاول أكد هذا، لأنه سمعانها من عدة أشخاص إنه في عالم كتير متضايقة ومأزية من هالإجراءات. ما بعرف إذا أي شيء ممكن أنا أقوله أو أنت تقوله ترضيها العالم أو تقنعها، بس بدي أرجع أكد هالإجراءات ما انحطت لنعاق العالم أبدا، انحطت لحماية الشخص نفسه، لحماية أهله مثل ما تفضلت، لحماية جاره، لحماية الناس اللي عم يشتغلوا معهم. فرجاء بعرف أنه عم تزيد صعوبات، بس إذا حدا متضايق من هالإجراءات يكنسل سفره، يأجل سفره، لأنه الفكرة من وراها هلأ نحن بوضع حرج، وإن شاء الله نتعداه عن قريب، بس نحن هلأ في وضع حرج، ما بدنا نرجع نلاقي نفسنا أرقام كتير عالية مرة تانية وناس عم تموت أكتر. فيعني هاي كتير سبب اللي نحن اضطرينا نحط فيها الإجراءات، سبب كتير مهم لحماية الجميع، ما بنعتذر عنه، بس يعني اضطرينا أنه نحطه. أنا في النهاية بدي أشكرك، أنا عارف أخذنا من وقتك، ولكن بدي أعطيك آخر دقائق إذا بتحب توجه رسالة للمشاهدين اللي بتحبها إن شاء الله عشان نقدر نستفيد جميعا. شكرا لك دكتور جمال، يعني والله أنا حكيت كتير، يعني أول شيء شكرت الجالية العربية فعلا لاهتمامها ولمشاركتها، والناس اللي هنتني ودعم تدعي لي، يعني أنا بتشكر الجميع، وبعرف أنا علي مسؤولية مميزة تجاه الجالية العربية بسبب خلفيتي وبسبب خبرتي وبسبب خبرتي مع الجالية العربية، وأنا إن شاء الله عم ببذل جهدي لأكون عند حسن ظن الجميع. بعرف الهموم كثيرة والمشاكل متعددة، بس بنفس الوقت هاي شغلة أنا بعتز فيها بهويتي، بعتز بأصلي، بعتز بالجالية اللي أنا جيت منها، وبتمنى من الجميع أنه نضل متماسكين مع بعض مثل ما فضلت دكتور جمال بهالفترة القصيرة، يعني راح الكثير ما بقى إلا القليل، بس الهدف منها هي حماية الجميع، ومثل ما عم نشوف يعني دول العالم كلها عم تحط إجراءات، مش بس كندا عم تحط إجراءات، وهذا يعني إن شاء الله مؤقت، ومنشوف أنه عن قريب تتغير هالإجراءات، بس هلأ بطلب من الجميع الالتزام بهالنصائح لحماية نفسهم وحماية أهلهم. إن شاء الله. إحنا مرة تانية بنشكر وزير النقل الفيدرالي الكندي السيد عمر الغبرة اللي كان معنا اليوم في لقاء، وخصص لنا وقت من وقته الخاص. نشكر جميع المشاهدين اللي كانوا معنا وأدلوا بأسئلتهم لضيق الوقت، للأسف ما استطعنا نأخذ كل أسئلة، حاولنا نغطي قدر المستطاع. مرة تانية بنحكي لكم إن شاء الله أنتوا وعوائلكم وكل من يسكن على هذه الكرة الأرضية يكون بألف خير وسلام للجميع. شكرا لك دكتور. سلام. روحك أمانة، البس الكمامة عشان أولادك الصغار، إلزم نفسك بالدار عشان رضا الوالدين، عقم الإيدين عشان أصحابك الحلوين، ابعد عنهم مترين عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا.